لو بيتريق عليا بهزار وبيقول لي لازم تتنازلي، دي طريقة هزاري أكمل معاه وأنا كده دماغي صغيرة زي ما هو بيقنعني، ولا أبعد وأنا صح؟ التريقة نوع من أنواع الأبيوز، نوع من أنواع الإساءات، وفيها تقليل من الشخص، وأنت مش مضطرة أن أنت تقبلي أي نوع من أنواع التقليل، ومش مضطرة أن أنت تقبلي أي نوع من أنواع الأبيوز. وإذا هو بيحبك ومتمسك بيكي فهو لازم يغير من طريقته، وأكشلي هو ده الحب، أنه يبقى عندي طابع بيضايق الشخص اللي أنا بحبه وعلى علاقة بيه، والمفروض أن احنا هنتجوز في يوم من الأيام فغيره عشان خاطر علاقتي بيه تبقى أحسن. إذا هو مش قادر يتنازل عن شوية تريقة بيتريقهم وشايف إن ده هزار ومش هيقدر ما يهزرش بالطريقة دي، فهيعمل إيه في باقي الحاجات الكبيرة اللي هتبقى محتاجة تتغير؟ يعني بصي الحكم في الآخر ليكي، بس أنا شايفة إن هو بيستهبل بصراحة. ليه حاسة إني عايزة أتحب بس مش عارفة أحب؟ مش فاهمة قوي، يعني فاهمة إن أنت أكيد عايزة تتحبي بس مش عارفة تحبي. ما هو انتي سيبي نفسك تتحبي عشان تعرفي تحبي، يعني هي الموضوع أصله متبادل.